الإرهاب، التطرف العنيف والجرائم الناشئة، تهديدات أمنية على طاولة الدورة الثالثة للجمعية العامة للأفريبول، دورة تعقد بالجزائر للوقوف عند واقع التعاون في ظل سياق متوتر في منطقة الساحل يلقي بظلاله على عديد الدول. أنتم تعرفوا أنه كان منذ سنتين مؤتمر في بروكسل، و يعني قدموا الناس تقريبا ما يقارب 414 مليون دولار لمعاونة 5 دول في الساحل. ف يعني من أسبوعين وقفنا على الحقيقة أننا وجدنا أنه فقط 25 مليون وصلت من ما أعلن في بروكسل لهؤلاء الناس. بالتالي في قناعة الآن أنه أولا الدول الأفريقية تعول على أنفسها أولا في التعامل مع هذه الظاهرة. آلية الأفريبول التي تحتضنها الجزائر ومنذ تفعيلها سنة 2015 تعمل على تجسيد مقاربة موحدة في مجال الوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها، إنشاء فرق خبراء وتخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب ودعمها بمنظومة الاتصال وتبادل المعلومات. دور أنتربول هو بناء أرضية لتبادل المعلومات الشرطية مع أفريبول. على سبيل المثال، الأشخاص المبحوث عنهم، الوثائق والسيارة المسروقة وكل المعلومات الأخرى المهمة للشرطة، والتأكد من الوصول لهذه المعلومات على غرار مصالح الأمن المتواجدة على الحدود. وبمساعدة أفريبول وأنتربول نستطيع بناء شبكة عالمية للمعلومات ومساعدة الدول الأعضاء على الحد من تنقل المجموعات الإرهابية وظاهرة التهريب. وضمن مسعى التعريف بالأفريبول ينتظر تخصيص يوم للاحتفال بالشرطة الإفريقية لإبراز صورتها ونشاطها على المستويين الإقليمي والدولي.